كناخذ واحد العينه ديال البول كنديروا اللعابه كنعرفوا اللعابه مثلا اللي كيتعشاو الهدف ديالنا هو ديك اللعابه اللي كيديروا بعض الحوايج كتمشي عندك اللاعب وكتبركوا معاه وكتقول له ودي راه كدير وكدير وكدير ودابا حنا باش ما تلحقش لواحد الاستاد اللي يمكن لك تحرم من 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 الرياضه راه عندك هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف وبعد من هاد المسائل ما قلتي حتى كلمه العيب كاينش العيب درت انا هادي ولو انني كنت قانونيا ما عندناش حق يمكن لك يمشي معك اللاعب يمشي معك المحكمه تا بلا دروا لا 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 ثانيه واحده كده هات لي الراجل كان اللي عنده ورده كده عليه قانونيا ما عندناش حق قانونيا ما عندناش حق قانونيا ما عندناش حق قيد عندك او وحده تفضل يا استاذ كمل يمكن لك يمشي معك اللاعب يمشي معك المحكمه تا بلا دروا درنا هذا الشيء في بعض في بعض التحليلات وبركنا كنهضروا مع اللعبه فاذا بي كنتفاجئ بأن كاين أعضاء في المكتب متفقين مع المدرب وتعيطوا على اللاعب وكيديروا لي الشونطاج أنت تتكلم جد مات لا حول ولا قوة إلا بالله والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد شوف أنت كدير وكدير وكدير هذيك لا بريم لما هذا غنحيدوها لك ولا دويتي راه حنا غنخرجوا لك هذه yeah. وغتمشي بحالك مثلا بغاو يتفكوا منه غتمشي بحالك ها هي ورقه عندنا من اللابوراتوار الا بغيتي تهضر غنجبدوا لك هذه شونطاج انا تصدمت تزعزعت انا تخلعت الله اكبر اللهم قوي ايمانك لكن قبلته بهذا الشيء يعني ملي كتشوف الطبيب يعني باك بلس 15 ومستوى راقي يعني وفي اخر مطاف كيحط هو نفسه لا. هو وسط انديه اللي كتعامل بطرق اللي ما كتخليش داك الاحترام لا. يعني كتحملوا مسؤوليه في لا ما كنتحملوش مسؤوليه حنا بغينا نزيدوا لقدام بالطب الرياضي ما كانش عندنا اختيار لا انا غلطان ما كانش عنده اختيار قال لك انت عندك جوج حوايج يا اما كنت عارف الحق وساكت عليه وبالتالي شيطان أخرس أو لنطقت دابا بالباطل وشيطان ناطق وفي كلتا الحالتين راك شيطان علاش انت كنتي في الراجة شحال من عام انت في الراجة بان لك المنكر قدامك وما قدرتيش تغيره علاش حيت قلتي ما قدرتيش ما قدرتيش حيت كنتي ضايق الفلوس أزمتك في هذه الشعيبية من جهة أخرى راك مشارك انت في الجريمه الا كان هذا الشيء بصح راك انت مشارك في الجريمه علاش حيت كنتي عارف شنو كاين وما قلتيهاش اذا انت مشارك فيها ما تجيش دابا تلعب فيها النزاهه واخلاق وداكشي هادشي الا فرضا داكشي كاين دابا نجيو للمعقول الا هادشي كاين فعلا كنتسناوك تجيب الدليل دليل مادي ملموس على ان هادشي فعلا كاين والدليل غادي يكون جبت لي زاناليز راه كيبقى واحد الارشيف ديال لي زاناليز كنظن على حسب ديريتي المتواضعه كيبقى واحد الارشيف ديال لي زاناليز جبت لنا اخويا الارشيف ديال لي زاناليز ديال هاد اللعابه وجبت السميات ديال هاد الاعضاء اولا الرؤساء اللي دزتي معاهم واللي كانوا كيهدوا اللعابه بهادشي ديك الساعه غادي تكون واحد المصداقيه الكلام ديالك في حاله العكس الا ما عندكش دليل واخا ما كنظنش انا بان هذا المكتب غادي يتابعك لانه داز قبل منك امين الرباطي وقال نفس الشيء وخرج من بعد وكذب داكشي وقال راه غير سخوني الراس وداكشي وداكشي وانت كنظن بانك غتجي واحد الوقت وغادي تقول لا راه غير كنطالع عليه الدم حيت اي واحد طلع عليه الدم وما عنده ما يدار كيجي كيبدا يخربق نهار طاقات فهمتي الروي بيضه السبب ديالو واضح وبين مكتب مسير لفريق الرجاء ضعيف كنقولها وكنعاودها علاش لانكم كان يتردع مثل اي واحد صحفي مسير لاعب اي واحد كيمس بالكيان ديال الرجاء العالمي وتتابعوا يا اما يتبتوا بدليل او لا دير لي متابعه قضائيه كون راه شحال من واحد سكت ولكن للاسف طحتوا في مكتب ضعيف للغايه.